السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان الطلاب، أتمنى إن شاء الله يكون الكل بخير وسلامة. حبيت اليوم أختصر لكم المحاضرات اللي دزيت لكم إياها على جوجل كلاس روم بشكل فيديو على موضوع الفورس، وإن شاء الله بعده أرسل لكم إن شاء الله إذا صار لنا مجال أرسل لكم فيديو آخر عن المومنت، عن العزم. فأخواني، إحنا تذكرون قبل ما صارت العطلة اللي إحنا بيها هسه حالياً، أخذنا عرفنا الفورس وعرفنا قوانين نيوتن. القانون الأول قلنا الجسم الثابت يبقى ثابت والجسم المتحرك يبقى متحرك ولم تؤثر عليه قوة تغيره. قلنا المعادلة مالتها هي كأنما معادلة إكوليبريم، مجموع القوى يساوي صفر. القانون الثاني قلنا مجموع القوى اللي تأثر على الجسم هي تساوي كتلة الجسم في التعجيل، في تعجيل ذلك الجسم. القانون الثاني لنيوتن، الثيرد لو، القانون الثالث لنيوتن، لكل فعل قلنا ردة فعل، وطينا لا تذكرون مثال أمثلة الصاروخ والكتلة التراكتور، تذكرونها بالصف من حكينا بالشعبة. فقانون F تساوي ماينس F نيجاتيف F، قوة والقوة المعاكسة لها ردة الفعل لها. اليوم إن شاء الله راح نكمل موضوع الفورس، بس راح نتعمق بشكل أوسع، يعني راح ناخذ أمثلة وراح نحكي عن شقصد بالكوبلينر والكولينير والكوبلينر والبارال فورس، وشلون راح أحلل هاي القوة إذا كانت عندي مجموعة قوى مؤثرة بجسم. مثل ما تشوفون هنا عندكم بهذا الشكل، عبارة عن سكرو ثبت في مكان ما ومؤثرة بثلاث قوى. هنا كمثال يعني إذا أحكي لك القوة الأولى هاي بناتها زاوية، القوة الثانية، القوة الثالثة، ذني القوة الثلاثة هي صارت بكوبلانر واحد في مستوى واحد و2 دي، ما طول في مستوى واحد إذن 2 دي. هاي القوة شلون أعوض عنها القوة واحدة؟ يعني أحسب الريزلتنت مالتها وأحسب اتجاهها، يعني أعوض بكان هاي ثلاث قوة قوة واحدة فقط، وشلون أعرف اتجاهها؟ فأول تعريف إيدك هذا طبعا أول تعريف مهم، System of Force مجموعة قوى مثل ما قلنا المؤثرة على السكرو على البرغي مثل ما شفنا بالسلايد الماضي. هسه عندك تعريف مهمة إيدك تتعرف عليهن فيما يخص موضوع القوى، الكولينير. شو يقصد بالكولينير؟ إذا كانت عندك مجموعة قوى قوتين أو أكثر، مجموعة قوى صايرات باتجاه واحد، عندها line of action، a common line of action، يعني خط واحد تأثير خط واحد للتأثير، يعني كأنما صارت سيريز على التوالي. فهذا النشي سميهن ذن القوتين كولينير، صارت باتجاه واحد. هذا أول مصطلح إذا تفتهمه تمام. المصطلح الثاني إخواني كوبلانر، هذا هم أيضا مصطلح مهم جدا. الكوبلانر أقصد به أنه القوة كلها تكون في مستوى واحد، يعني يا أما مستوى X و Z، يا أما X Y، يا أما Y Z، وهكذا. فمن يصير عندي مجموعة قوى بمستوى واحد معناته عندي حالة التودي. هاي ملاحظة مهمة إليك خليها همك، كوبلانر في مستوى واحد. طيب إذا قلنا كونكرنت، كونكرنت الكونكرنت، شوف لو روح على السلايد الثالث، معناها قوة طالعة أو نابعة من نقطة معينة تمام. يعني قوة، يعني هاي مجموعة القوى اللي مؤثرة في جسم كأنما طابة أو طالعة من نقطة واحدة، فهي يسمين concurrent. concurrent يعني قوة أو امتدادها، يعني هاي القوة أو امتدادها الاكستنشن. إذا كانت القوة هنا امتدادها يطب النقطة، وهاي القوة مثلا كانت هنا وامتدادها يطب النقطة، وهكذا هاي النقطة وهذا هاي القوة، فهي يسميه concurrent. وكوبلانر ليش؟ لأن صارت كلهن بنفس المستوى، المستوى اللي هو X Y، فهذا عندي 2D هنا. هذا النوع الآخر. النوع الثالث بالنسبة للكوبلانر بارالل، عكس النوع الأول قلنا سيريز كأنما صايرات باتجاه واحد، لا هنا عندنا مجموعة قوى متوازية تمام، خط الفعل بيناتهم يعطيك عمود هذا، فهاي القوة وهاي القوة وهاي القوة يسميها بارالل متوازي تمام. النوع الأخير طبعا عندك مجموعة أنواع، طبعا كل مجموعة أنواع فما طول قدامهم نان معناته عكس نفي. اللي تهمنا أخير واحدة اللي هي non-concurrent non-parallel non-coplanar، يعني معناته شنو؟ ما طول تسمع هاي الكلمة non-coplanar معناته 3D، طبينا 3D.
واضح اخواني؟ ان شاء الله بحل التمارين راح تتوضح المساله بعد اكثر. احنا شو نريد؟ قلنا مثل ما حكينا اخواني، اريد اعوض هاي مجموعه قوى، اريد احسب عنها معوض عنها ما يسمى بالريزلتنت، المحصله. يعني اشيل هاي ثلاث قوى اعوض عنها بقوه واحده مؤثره، يعني هي يعني بكون محصله هاي القوى. تمام؟ عندي مجموعه طرق للحل، لحل مسائل واحسب من عندها الريزلتنت. اول طريقه هي باستخدام معادله الكوساين لو او البارالوجرام، بارالوجرام لو يعني متوازي الاضلاع، قانون متوازي الاضلاع او الكوساين لو. هذا شو تستخدمه؟ شوف هذا اخواني طبعا جاي من معادله رياضيه مشتقه مال الكوساين، فانت ما مطلوب منك حاليا تشتق، فقط تنتبه لي على المعادله. resultant force هاي الارث، اذا افترضنا كان عندي قوتين F1 و F2 مؤثرات في جسم، تمام؟ فشلون احسب هنا resultant مالتين اذا كان بحاله البارالوجرام وكانت عندي القوتين معلومه والزاويه المقابله امام resultant force ايضا معلومه، فتحت الجذره، يعني هذا طبعا تربيع، فتحت الجذر اجذر الار تربيع، وذن راح ينجذرا F1 تربيع بلس F2 تربيع ماينس 2F1، يعني ضرب الاف في ال F1 في F2 في كوساين الثيتا، يا الثيتا هي الزاوية المقابلة للآر، صح؟ نجي إن شاء الله بالسلايد القادم. شوف إخوان، إذا عندك هيج حالة، عندك هاي هنا الكونكرنت F1 طالعة قوة من نقطة و F2 طالعة من نفس القوة، عفوا من نفس النقطة، شلون أحسب لهم ريزلتنت فورس ذني القوتين؟ طبعا إذا تتذكرون موضوع ديسبليسمنت، موضوع الإزاحة، ممكن نحسب الآر اللي هي أقصر مسافة من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. كذلك هنا ممكن نقرب المسألة أكثر بعد، من نريد نحسب resultant force ذني القوتين. فش نسوي أخوان؟ من نقطة الالتقاء للنقطتين أمد خط في اتجاه يعني في المنتصف أمده لا على التعيين. أنا أعرف عندي parallelogram راح يصير متوازي أضلاع، أنا أعرف مجموع زوايا متوازي الأضلاع أو مجموع زوايا المربع وزوايا المثلث 300 عفوا المربع المستطيل 360 درجة. فهاي الزاوية زائد هاي الزاوية زائد هاي الزاوية زائد هاي الزاوية يعطيني 360 درجة. فمن نريد أحسب الريزلتنت إذا جتني بهيج حالة أو هيج حالة، تمام؟ شو نحسب لها الريزلتنت فورس؟ أقول هاي الآر تساوي تحت الجذر F1 تربيع، هاي نمطيك إياها بالسؤال، بلس F2 تربيع نمطيك إياها بالسؤال، ماينس ناقص 2 في F1 في F2 كوساين ثيتا. ثيتا وين هي؟ أما هاي أو هاي، يعني واحدة من هاي الزاويتين، هاي الزاوية مقابلة للآر أو هاي الزاوية مقابلة للآر، يعني يا أما هاي أو هاي الاثنين، طبعا مشابهات، هاي الزاوية تساوي هاي الزاوية وهاي الزاوية بالتقابل تساوي هاي الزاوية. طيب عندي تطبيق آخر، إذا كان عندي واحدة من القوى معلومة وواحدة مجهولة، هنا من استخدمت الكوساين لو كانت عندي القوتين معلومات. طيب إذا عندي واحدة من القوى مجهولة وأنا رايد من عندك resultant، يعني مثلا خلينا نقول F1 مثلا مجهولة أو F2 مجهولة، وأنا رايد من عندك بالسؤال resultant كما موضح هنا، فأستخدم قانون آخر اسمه law of sine أو sine law، يعني قانون الجيب. هناك قانون الجيب، تمام؟ هنا قانون الجيب sine. فشي يساوي لك؟ أقول F مثلا إذا كانت عندي F1 مجهولة، أقول F1 والF2 معلومة، أقول F1 على تقسيم ساين هاي الزاوية المقابلة F1، وين F1؟ هذا، وين الزاوية المقابلة؟ هاي، يساوي F2 أنا مطيك إياها بالسؤال على ساين ثيتا، وين هاي مو F2، وين الزاوية المقابلة؟ هاي نعم، وهكذا أحسب قيمة F1. بعدين من حسب قيمة F1 أقدر أحسب قيمة R، أو مباشرة ما يحتاج أطلع قيمة F1، مباشرة نقول F2 على ساين ثيتا تساوي R على ساين بيتا، البيتا منية هاي الزاوية اللي هي مقابل الريزلتنت فورس. فلو تشوف هنا عندك التطبيق لو اوف كوساينز، يعني قانون الكوساين، قلنا الساين الاس هنا اخذنا على هذا المثلث كمثال، فور اكزامبل عندك هاي الريزلتنت فورس هنا، وين الزاوية المقابلة؟ هاي السي، فقلنا كوساين سي، وين القوة الاولى؟ اي، والقوة الثانية بي. اذا بدنا نطبق قانون الساين، اقول الاي على الزاوية المقابل هاي الـ A، وين الزاوية المقابلة؟ الـ A small تساوي B، وين الزاوية المقابلة؟ B، تمام؟ وهكذا. هسا خلينا نيجي ناخذ مثال اخواني نحسب بـ resultant force. شوف example 1، the screw in figure A، هذا الفيجر عندي سكرو، يعني
برغي مثبت ومؤثرة بقوته، يعني كأنما قوة شد يعني بحبل أو سلك أو anything. القوة الأولى F1 مقدارها 100 نيوتن مائلة عن الأفق 15 درجة. انتبه على الزوايا مهمة جدا، راح نشتغل هنا كأنما رياضيات، يعني نعبر الفيزياء راح نشتغل رياضيات. القوة الثانية المؤثرة بالسكرو بالبرغي هي مقدارها F2، يعني F2 تساوي 150 نيوتن. هنا ال 150 نيوتن تميل عن العمود مو عن الأفق، عن العمود 10 دقري. ولو تلاحظون إخواني شبيه القوتين امتدادين وين يصير بنقطة واحدة، إذن هذا هو شنو concurrent. وبما أنه بنفس المستوي XY إذن شبيهن ذن شو نقول عليهن كوبلانر، إذن 2D هذا نشتغله. تمام، قوتين معلومة وزواياهن معلومة، مش رايد من عندي بالسؤال، رايد من عندي magnitude and direction of the resultant force. رايد ال R هنا نسميها FR، ماكو أي مشكلة، مصطلحات عادية صحيحة. ويريد ال direction مالته. خوش، أجي على هذا الرسم، هذا الشكل راح حوله إلى رسم رياضيات مثلثات. شو أسوي؟ هاي المية تمام، زاوية مايلة بشقد عن الأفق 15، المية وخمسين أكبر من المية شوية ومايلة 10 عن العمود أمدها. تمام، أرسم. قلنا شنو من منتصف انشمد resultant force، محصل هاي اللي إذا أحسبها أنا. تمام أخواني، زين، أنا عندي هذه الزاوية الزاوية عمودية بين الإكس وبين الواي. تمام، طيب هاي 90 درجة من الإكس للواي، إذا أخذت منها 15 وإذا أخذت منها 10 شقد راح يبقى؟ راح يبقى 65، مقدار هاي الزاوية المحصورة هنا بين 100 وبين 120. واضح أخوان شلون جت هاي 65؟ هي عبارة عن 90 هاي الكاملة، نروح ناخذ منها 15 لأن أخذنا منها 15 ومننا نأخذ منها 10 راح يصير 25، 90 ناقص 25 راح يصير باقي لنا 65. هاي الزاوية المحصورة كلها كاملة، يعني من هاي القوة للقوة هي كل مقدارة 65. طيب احنا جلنا على متوازي الأضلاع وقلنا مجموع زوايا 360، إذا هاي 65 وهاي 65 إيش قد بقى؟ تمام، بقى 230 تقسيم 2، 115 هنا و115 هنا. هسه عرفنا الزاوية المقابلة للريزلتنت، رياضيات بحتة اخوان، بس ايدك تنتبه. راح اطبق قانون الكوساين لو تحت الجذر، القوة الاولى تربيع زائد القوة الثانية تربيع ناقص 2 في القوة الاولى في القوة الثانية كوساين الزاوية المقابل للريزلتنت. يا اما تاخذ هاي او هاي، هي الاثنين نفس الشيء، هاي 115 او هاي 115، تاخذ 115. تمام، تحت الجذر يطلع لك تقريبا 230 نيوتن. هاي المحصلة، محصلة القوتين محصلة 100 نيوتن، وال150 نيوتن محصلتهم تقريبا 213 نيوتن. طيب هذا الماجنيتيود يعني المقدار، إذا أريد أعرف اتجاههم احنا حسبناه من خلال الزاوية. اتجاهها منين إخواني؟ خلينا نقول عن الأفقي، أنا لازم أوضح لك بالمثل، يعني عن الأفق احنا شقد قلنا من هنا، شقد حسبنا هاي الزاوية المحصورة بين القوتين، قلنا مو قلنا 65؟ طيب هاي 65 إذا أردت عن الأفقي 15 يقدر تصير 80. تمام، 15 و 65 تصير 80 ديجري. إذن هو يمنا لهنا، أو عفوا آسف، ال 65 أنا آسف 65 الكلي. تمام، ف 15 ناقص 65 تقسيم 2 لأن هاي 65 الكل، فإذا أنا بس هاي أريد منا لهنا، منا لهنا يعني هاي الثيتا زائد 15، يعني هاي الثيتا منين جاي؟ هي جاي 65 تقسيم 2 تمام زائد 15، يطلع لك مقدار أو اتجاه resultant force. مثال آخر شبيه بالمثال اللي أخذناه example 3 هنا سميه تاني، يقول لك احسب لي resultant والmagnitude of the component components force F. إذا كان مطيك واحد قوتين هنا، أنا واحدة من عندهم معلومة المقدار والزاوية هاي 200 باوند وزاوية 30 على الأفق، لكن القوة الثانية شبيهة القوة الثانية هو رايدها بالسؤال وهي تمام، ورايد من عندي ريزلتنت مال هاي القوتين، هاي القوة مجهولة. هنا أنا إخواني ما أقدر أطبق الساين لو، شو هنا من أجي أرسم، ما أقدر عفوا أطبق قانون الكوساين لو. ليش؟ لأن الكوساين لو ثلاث قوى، الريزلتنت برا وتحت الجذر F1 وF2. طيب إذا واحدة من القوى مجهولة راح تتعقد عندي المسألة، راح تصير صعبة مجهولين. فشو وين أروح؟ أروح على الساين لو
راح يسهل لي عليها الساين لو. تمام، فاجي ارسم اول مره، اسوي الرياضيات مالتي، عندي هنا ايش قد الزاويه 30، ايش قد تبقى، ايش قد تبقى عمود تصير هاي الزاويه 90، بقى 60، يعني هاي 60، شوف هنا هاي 60، 60 زائد 45 105. طيب هاي الزاويه 105، ايش قد بقى عمود بقى 360، بقى 150 تقسيم 2، اذا هاي صارت 75، يعني هاي 75 و75 150 و105 و105 360 درجه، مجموع الزوايا المتوازي الاضلاع او المربع او المستطيل نفس الشيء. هيدك تشيك همك ورقه وقلم وتحسبها وتشيك لي وتشيك وراي شلون حسبنا ذن الزوايا. انا هسه وضحت لك اياها بس هيدك تحسبها. فاول شيء اخواني شو اسوي بالنسبه لقانون الساين لو؟ راح اقول الاف هاي المجهوله لازم احسبها لان هو طالبها من عندي بالسؤال. اف تساوي اف تقسيم ساين 60، ليش قلنا ساين 60 هنا؟ وين الاف؟ هاي الاف. وين الزاويه المقابله لها؟ هاي اللي هي مقابل هاي 60، هاي مو 45 45 بالتبادل، هاي 45 عفوا 60 ب 60، اذا هاي ام 60، اذا الاف الزاويه المقابله ايش قد؟ 60. تساوي القوه الثانيه المعلومه هي وزاويتها 200. وين ال 200؟ هاي ال 200. وين الزاويه المقابله لها اخواني؟ هاي اللي هي 45. من المجهول واحد فقط الاف تطلع 245 باوند. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني شو يريد؟ ريزلتنت فورس، محصله مادني القوتين ال200 باوند وال245 باوند. شنو المحصله مالتهن؟ اطبق ايضا قانون السايل لو او الكوساين لو نفس الشيء صار، لان القوه الاولى القوه انعلمت، فانت اي واحده من عندهم طبقها صحيح. انا حطبق الساين عاجبني، انت تريد تشيك بالكوساين براحتك. فش اقول الاف ار؟ وين هالاف ار؟ هاي resultant. وين الزاوية المقابلة لأخواني؟ هاي اللي هي 75، ساين 75 تساوي القوة الثانية المعلومة هاي اللي استخدمناها ال 200، أو تتي تستخدم هاي ال 245 براحتك، ماكو أي مشكلة. أنا اختاريت ال 200، يعني الزاوية المقابلة لها 45. إذا اختاريت ال F ال 245 لازم شو تقول؟ ساين 60 وهكذا. بسيط جدا، بس اريدك تركز على المثلثات والرياضيات وكيف نحسب الزوايا. ترى اذا خطأت بالزوايا السؤال يصير بالخطأ، ترى يصير عندك خطأ بالسؤال. طيب هنا اخواني السؤال اخر ايضا هم يريد من عندك هالمرة رايد الكومبوننتس، يعني مكونات هاي القوة، ما رايد من عندك ريزلت، رايد من عندك كومبوننت. يعني بس عندك هنا قوتين همنا، هم كوبلانر، هم سيارات بمستوى واحد اكس واي، هم كوبلانر وكونكرنت، تمام طلعت من نقطه واحده. القوه الاولى اف 1 200 ومايل عن العمود 30، القوه الثانيه ايش قد؟ 260 نيوتن ومايله. شوف منطيك هنا المجاور للزاويه 12 والمقابل 15، ففيثاغورس 12 تربيع 144 زائد 25 169 تحت الجذر 13 الوتر. تمام، بسيط جدا. شيري من عندي دي كومبوننتس مال اف 1 والكومبوننت مال اف 2. ليش رايد من عندي اخواني كومبوننت مالتين؟ ما دام تذكرون ما هم قلناها ملاحظه احنا من شنا بالكلاس، ما طول ما دام القوه لان او هاي القوه مايله بزاويه، اذا تتحلل الى مركبتين تو كومبوننتس، وحده باتجاه الاكس وحده باتجاه الواي. بس انتبه هنا، انتبه ترى عندك الإشارة مهمة هنا. صح نيجي على الأف 1 وأقول لك الإشارة وين. خل نيجي إذا حللنا الأف 1 باتجاه الإكس، هاي هي إيش أقول؟ أقول الأف 1 أف 1 إكس شو تساوي؟ تساوي القوة كوساين عفوا ساين ساين 30 يعطيني باتجاه الإكس. ليش سالب إخواني؟ ليش؟ لأن صاير الميتين وين؟ أقرب للإكس السالب، مو للإكس الموجب، لا للإكس السالب، فلذلك قلت عليها سالبة. ممكن تشيل السالبة من النتيجة تخلي سهم، صحيح جدا أنت تشير للاتجاه الإكس السالب. طيب هاي الأف 1 نفسها إذا سوي لها الكمبونت الآخر باتجاه الواي شو راح يصير؟ بسيط جدا، أف 1 الواي شو تساوي؟ 200 كوساين 30. طيب ليش ما خليت سالب؟ ليش؟ لأن القوة صايرة باتجاه الواي الموجب. تمام؟ طبعا القوة الأولى 100 نيوتن باتجاه الإكس السالب، وباتجاه الواي 173 نيوتن باتجاه الواي. هسه أنا حللت الأف 1 2 كومبوننتس مركباتها الأساسية،
باتجاه الاكس باتجاه الواي، احنا قلنا 2 دي هنا. طيب بالنسبه لاف 2 لازم اجي احللها هنا، الامينه باتجاه الاكس وهم باتجاه الواي. باتجاه الاكس شو اقول؟ نفس الشيء شو اقول؟ اقول الاف 2 بالنسبه للاكس شو يساوي؟ 260. وين المقابل هنا؟ مياهو اللي يشير للاكس هو المجاور ال 12 على الوتر 13، كي تطلع الاف 2 باتجاه الاكس 240 نيوتن. تمام؟ والاتجاه شوف وين صاير؟ اتجاه الاكس الموجب اقرب من الاكس السالب، شوف بالاكس الموجب فتبقى موجبه. تمام؟ او اخلي هذا السهم. طيب المركبه الثانيه للاف 2 هي باتجاه الواي، تمام؟ احنا قلنا شنو باتجاه الاكس ل 12، مش بقى باتجاه الواي ل 15، عفوا ال 5، ال 5 على 13 في 260 تعطيني 100 نيوتن، بس ها شنو بيا اتجاه؟ باتجاه الواي السالب. ليش؟ اقرب للواي السالب منه للواي الموجب. باوع السهم وين رايح؟ واضح اخواني؟ بالمربع الرابع. تمام؟ فصارت عندي مركبتين هنا للاف 1 ومركبتين للاف 2. طبعا هذا القانون الاخر من بعد ما نركب، انا هنا دا اشرح لك انه بعد ما نحلل القوتين القوه الى مركبتين اكس وواي، احتمال يجي من عندي ريزلتنت اخواني. ريزلتنت هو اللي من عندي الدايركشن، بسيط جدا، قانون فيثاغورس اف ريزلتنت يساوي تحت الجذر كل القوه باتجاه الاكس تربيع زائد كل القوه باتجاه واي تربيع. طيب الزاويه المحصوره هي اف واي، ورا ما حسبتها كل القوة باتجاه واي على كل القوة باتجاه الاكس. صح، ناخذ ان شاء الله مثال توضح لنا الصورة بي. تقريبا المثال حليناه قبل شوية، قوة كونكرنت طالعة من نقطة واحدة وكوبلانر مستوى واحد، قوتين، القوة الاولى اف 1 600 نيوتن مايلة عن الافق 30، والقوة الاخرى 400 نيوتن مايلة عن العمودي 45. طيب شايف عندي بالسؤال؟ قال لك the link in figure is subjected to two forces F1 and F2. احسب لي الماجنتيود direction of the resultant force. شوف اريد المحصلة القوى معنى ذني القوتين، فلازم شو اسوي؟ احلل هاي المركبات اول مرة، وبعدين احلل هاي المركبات، بعدين شو اسوي؟ اجي اجمع الاكس، جماعة الاكس للاف 1 وجماعة الاكس للاف 2، بعدين اجي اجمع جماعة الواي للاف 1 وبعدين جماعة الواي للاف 2. أجي أقول مجموع القوى باتجاه الأكس summation FRX تساوي summation قوى باتجاه الأكس تساوي، عندي هنا أنا بالنسبة للأف 1 هي 600 كوساين 30. تمام؟ وليش إشارتها موجبة؟ ليش؟ لأن رايح باتجاه الأكس الموجب، واضح أخواني؟ طيب أنا قايل summation، هذا الرمز اللاتيني summation، إذا أنا عندي مجموع قوى. طيب الـ 400 شبيه أخواني؟ 400 بالأكس الموجب لو بالأكس السالب؟ بالأكس السالب، فلذلك طرحت، واضح؟ لذلك طرحت راح أقول 400 ساين 45، لأن ليش؟ لأن هنا ساين يعطيني باتجاه الأكس. طلعت لي القوة، طلعت لي قوة موجبة مقدارها 236.8 طبعا هنا نيوتن، أنا ما أسف ما ناسيها الظاهر، لازم أبد ما تنسى الوحدات، أبدا ما تنسى الوحدات، لازم وحدات واتجاه. القوة هي عبارة عن كمية متجهة، كمية متجهة وبيها وحدات مو دايمنشنلس. طيب هسه احنا واضح اخواني ان شاء الله شلون حللنا القوة باتجاه الاكس؟ نفس الشيء اجي اطبق بالنسبة لاتجاه الواي. هذا الاتجاه الموجب مالتي، مجموع القوة باتجاه الموجب، اقول اف ار واي تساوي سميشن القوة باتجاه الواي. ايش عندي انا قوة باتجاه الواي؟ عندي 600 ساين 30. ليش موجبة؟ لان اقرب للواي الموجب، فلذلك اشارتها موجب. زائد هم موجب، ليش؟ لأن يعني 400 كذلك الكوساين 45 شبي أقرب للواي الموجب مو للواي السالب، فأيضا هم طلعت لي قوة موجبة مقدار 582 نيوتن باتجاه الواي الموجب. طيب هسا حللت القوة وحسبت الاف واي والاف اكس توتال مالتهم، طبعا حسبت السميشن. هسا يجي عندي الريزلتنت، بسيط جدا، شلون القانون قبل شوي قلنا؟ اف ار يساوي تحت الجذر سميشن اف اكس تربيع زائد سميشن اف واي تربيع، يطلع لك المحصله مال كل هاي القوى 629 نيوتن. واضح اخواني؟ الدايركشن هو تان ثيتا او ثيتا تساوي تان انفيرس اف ار واي هاي على اف ار اكس، يطلع لك تا
تقريبا 68 ديجري، مفهوم اخواني؟ وهذا الرسم التوضيح الاخر مال ورا ما حصلنا ريزلتنت، هاي المحصله ال 236 هاي وينها؟ القوه باتجاه الاكس، وهاي محصله القوه باتجاه الواي. زين، هاي محصله القوه باتجاه الاكس وهاي محصله القوه باتجاه الواي، ايش قد الريزلتنت مالتها حسبناها اخواني؟ 629. وايش قد اتجاهها عن الافقي؟ 68 ديجري. هذا مثال اخر هم ايضا اخواني، هم تطبيقي اخر. هم عندنا قوتين، عفوا هنا عندنا ثلاث قوى، اسف عندنا ثلاث قوى، واحده من عندهن الافوان صايره منطبقه تماما على محور الاكس ومتجهه باتجاه الاكس السالب، تمام؟ وهمين كونكرنت، كلهن طبات بنقطه واحده هاي، وكلهن بمستوى واحد، اذا كوبلانر، اذا 2D. واضح؟ نفس يعني مطلوب منطوق او مطلوب السؤال الماضي، المثال اللي قبله، هم يريد resultant force مع هاي كل القوى، هاي منطبقة وهاي ايش قد مايله بزاوية عن العمود 45 اللي هي 250 درجة، عفوا 250 نيوتن. طيب القوة الثالثة 200 نيوتن ايش قد مايله عن الأفق؟ مايله مطيق بالمقابل 3 وبالمجاور 4، اذا 16 زائد 9 تحت الجذر 25، تحت الجذر 5 الوتر. طيب اجي اطبق القانون المادي، هذا الاتجاه ايدك تكتب لي بالضبط بالامتحان ان شاء الله نفس هاي الصيغه، اف ار اكس القوه باتجاه الاكس تساوي سميشن اف اكس، كل القوه باتجاه الاكس. خلي يجي هنا ايش عندي؟ قوه باتجاه الاكس تساوي سالب 400. ليش قلنا سالب 400 اخوان؟ لان عكس اتجاه الاكس، لازم اعطي اشاره سالب. بلس زائد، ليش زائد؟ لان الاف 2 اقرب لمن اخواني؟ اقرب للاكس الموجب ولا اقرب للاكس السالب؟ لا بالتأكيد أقرب للإكس الموجب. ف 250 كوس ساين 45، ساين 45 تمام يعطيني هاي القوة باتجاه الإكس. طيب ال 200 إيش بيها؟ ال 200 خما أقرب للإكس الموجب؟ لا، أقرب للإكس السالب. باوع شلون اتجاهها صاير؟ أقرب للإكس السالب، فلذلك أعطيتها إشارة سالبة. 200 وش عندي؟ عندي الكوس أو المجاور اللي هو 4 على 5، المجاور عندي 4 على الوتر 5، تمام؟ المهم تطلع لي القوة سالبة، طلعت لي القوة سالبة، إذا وين الريزلتنت فورس مال إكس؟ بهذا الاتجاه، بالاتجاه السالب. ليش؟ لأن طلعت لي سالبة الإشارة. أقدر قلنا أقدر أشيل الإشارة، أخلي سهم ونيوتن وحدة القياس، هاي كل القوة باتجاه الإكس. نفس الشيء أرجع أطبق بالنسبة للقوة باتجاه الواي، أف آر واي تساوي سميشن أف واي، وهذا السهم اللي فوق يشير لأنه الاتجاه الموجب للواي. شنو هي القوة اللي عندي إخواني باتجاه الواي؟ خما ترجع تقول لي 400، لا، 400 منطبقة على الإكس بعد، ماكو، راحت وما مايلة بزاوية، زاوية صفر عن الإكس، تمام؟ 90 عن الواي، تمام؟ فشي يجي يقول عندي الـ F2 مايلة، طبعاً مايلة عن الواي وأقرب للواي الموجب، فشي يقول 250 كوساين 45، ليش أقرب للواي الموجب؟ طيب والميتين شبهه؟ هم أيضا أقرب للواي الموجب، خما أقرب للواي السالب، لا، أقرب للواي الموجب. 200 في إشقد عندي الساين؟ 3 على 5، تمام؟ مشارة زائدة هيطلع لي 267 تقريبا نيوتن باتجاه الواي الموجب. واضح أخوان؟ شو راح أحسب الريزلتنت؟ هسا حسبت المجموع القوى باتجاه الإكس ومجموع القوى باتجاه الواي، بسيط جدا كالمثال السابق. أف آر شو ساوي تحت الجذر؟ سميشن أف إكس تربيع بلس سميشن اف واي تربيع، يطلع لك 485 نيوتن، هذا الدايركشن. طيب والاتجاه؟ الاتجاه بسيط جدا تقدر تحسبه يمك، ثيتا تساوي 10 انفيرس، 10 انفيرس الاف سميشن اف واي هذا على سميشن اف اكس، ويطلع لك زاويه. تشيكها يمك، احسب اخواني. هسا اخوان اذا جاك بالسؤال او بالمنطوق نون كوبلانر، احنا قلنا ما طول تجينا نايل نون كوبلانر راسا راح يطخ ببالي انه القوه مو بمستوى واحد. ما طول مو بمستوى واحد، اذا شنو معناه اخواني؟ معناته اكو بعد لازم اكو مستوى اخر، تمام؟ يعني هاي القوه الاف، هاي الاف لا هي باتجاه الاكس الاكس ولا باتجاه الواي ولا باتجاه الزد، إذن هي 3 dimension in 3 dimensions، تمام؟ وشلون أحسبهن؟ شلون أحسب resultant force؟ لازم أول ما أحسب القوة باتجاه الأكس، شلون قبل شوية، والقوة باتجاه الواي والقوة باتجاه الزد.
شلون احسبهن؟ عندي قوانين الاف اكس يساوي هي الاف ريزلتنت كوساين ثيتا، والاف واي هي اف كوساين ثيتا واي، والاف زد هي اف كوساين ثيتا زد. الريزلتنت مالتين هذا هو القانون اف اكس تربيع بلس اف واي تربيع بلس اف زد تربيع. راح ناخذ مثال، خلينا نخاف هذا الكلام والشرح شويه صعب عليك، وهذا الرسم يجوز ما فهمته. شوف قوانين، هذا اتجاه الاكس، هذا اتجاه الواي، وهذا اتجاه الزد طبعا الموجب، وعندك هاي قوه محيره صايره بكل الاتجاهات، لا هي باتجاه الاكس ولا باتجاه الواي ولا بمستوى اقصد يعني، فمشترك بيناتهم كلهن. شوف ومايله هاي الزاويه عن محور زد بثيتا زد، ومايله عن محور اكس بثيتا اكس، ومايله عن محور واي بثيتا واي. واضح اخواني؟ صح. نجي ان شاء الله نحل المثال ونشوف. هسه عندك هنا أنا قوة، همين عندك هنا أنا تشنغال أو سكرو anything، وطالع من ده قوتين. بس دهني القوتين شبين إخواني؟ بين نون كوبلانر، يعني ما صارت بمستوى واحد، تمام؟ والدليل مطيق X و Y و Z، مبين من الشكل X و Y و Z. إذا ما تتصرف تصرف ال 2 dimension، يعني راح نتصرف غير تصرف. راح أجي كل قوة أشوفها شقد بعد عن ال X وش قد بعد عن الواي وش قد بعد عن الزد، تمام اخواني؟ اجي كانما احسب لها الار مالتها، يعني الدستانس مالتها والمسافه مالتها وش قد تبعد، زين؟ فمن اجي شوف الار تساوي تحت الجذر ايش قد دلتا اكس وايش قد دلتا واي ودلتا زد. هسه اجيك انا اقول لك شنو هاي دلتا زد واي، الدلتا اكس ودلتا واي. نيجي هسه خلينا نحل المثال مالتنا، نيجي على القوه الاولى الافوان. طيب الاف 1 تحت الجذر الدلتا اكس ايش قد تبعد، ايش قد ماشي الاف 1 بالاكس، وتباوع هنا او ممكن الرسم ما واضح، ما ماشي كل شيء، يعني ما ماشي باتجاه الاكس اي بعد، فنعطيها صفر تربيع بلس. ايش قد ماشي اخواني القوه اف 1 باتجاه الواي، شوف ايش قد ماشي، شوف ايش قد ماشي الاف 1 ماشيه 3 صح، 3 تربيع بلس. ايش قد ماشي بالزد، ماشي 4 ف4 تربيع، 9 زائد 16 25 تحت الجذر 5. هاي محصلة المسافة مع الاف 1، محصلة المسافة. طيب اجي على اف 2، هاي من محيرة، لا هي باكس لا هي بواي لا بزد، اما احسب لها لازم الارت واسمي. طيب اجي ايش قد ماشي مسافة الاف 2، طبعا كما موضح بالرسم ايش قد ماشي مسافة بعد، ايش قد ماشي، ايش قد ماشي باوع، ايش قد ماشي باتجاه الاكس الموجب طبعا 2.5 بالاكس الموجب تربيع زائد، ايش قد ماشيه بالواي باو، احنا وين الواي موجب مالتنا هذا، هي ايش قد ماشي، ماشي 5 بس وين بالسالب، تمام؟ ليش؟ لان ماشي عكس الاكس الواي الموجب، فطيتها اشاره سالبه تحت يعني بالتربيع يروح زائد. ايش قد ماشيه بالزد باو، ايش قد ماشيه بالزد، هذا اتجاه الزد، هذا الزد صفاتنا ماشيه موجب 5 تربيع تحت الجذر يطلع لك 75. هسه راح اجدد اطبق قوانيننا احنا اللي اخذناها قبل شويه، لو تنتبه هاي هنا قوانيننا راح اجي اطبقها على المثال مالتنا واشوف. السميشن اف ار باتجاه الاكس هي سميشن القوه باتجاه الاكس، ايش عندي باتجاه الاكس، تمام؟ ال100 قلنا ماشيه بالاكس، لا، اذا صفر على الوتر، تمام؟ الوتر هذا اللي حسبناه او الار المحصله مالته، صفر في 100 صفر طارت الجزء. جد ماشيه بعد عندنا ال100 150، هاي ال150 جد ماشيه، قلنا سالب 5 باتجاه الـ باتجاه الاكس عفوا، قد ماشيه قلنا 2.5 على التوتال مالته، التوتال باتجاه الاكس 7.5، تمام؟ ف150 في 2.5 على 5 على 7.5 يطلع لك 50 باوند، هاي اتجاه القوة يعني مجموع جهة القوة باتجاه الاكس، سميشن اف اكس باتجاه الاكس. طيب باتجاه الواي قلنا شنو بالنسبة للاف 1، ايش قد 3 على 5 ماشي 3، تمام؟ ماشي بالواي، ف 3 على 5 5 هاي ريزلتنت في 100 زائد، ايش قد ماشي بالواي هنا القوة الثانية، ماشي سالب 5 على الريزلت مالتها 7.5 يطلع لك سالب 40 باون. طيب بالنسبة للزد وهكذا، بالنسبة للزد جد ماشي بالقوة الأولى، جد ماشي بالزد 4 على المحصلة
5% زائدا ال150 جيل ماشية بالزيت 5 واضح على المحصلة 7.5 في 150 180 باوند. هاي محصلة القوة باتجاه الاكس والواي والزيت. هزيد اشوف الريزلتنت مالتهم واشوف ايش قد مقدارهم. طبعا الاف ار راح تساوي تحت الجذر هاي القوة وهاي القوة وهاي القوة تمام، يطلع لي 190 هاي ريزلتنت فورس محصلة القوة بيناتهم. زين الزوايا، الزوايا راح اجي كوساين ثيتا، طبعا سميتها تقدر تسميها ثيتا اكس او هاي ثيتا واي وتسميها ثيتا زد، لكن هنا بالمثال حبينا نسهل. ام الاكس نسميها فاي عفوا الفا، وام الواي نسميها بيتا، وام الزد جاما. تساوي اف ار اكس مجموع القوة باتجاه الاكس، ايش قد طلعنا هلا تذكرون اخواني 50 تقسيم المحصلة 191 طلع لك كذا، تاخذ لها انفيرس يطلع لك 75 ديجري. وهكذا بالنسبة للواي البيتا هي الاف ار بالنسبة للواي جيت حسبناها اخواني هنا سالب 40، شوف سالب 40 على التوتال 191 يعني توتال المحصلة مع القوة طلعك سالب 0.2، البيتا جيت تطلع 102 ولما تاخذ الانفيرس. وهكذا بالنسبة للزيت اخوان هي الاف ار زيت جيت حسبناها 180 باوند تقسيم ال 191 التوتال، التوتال هذا تساوي 0.9 والزاوية بالتالي تكون 19.6. اخوان ان شاء الله اتمنى ولو شوية استفاديتوا من هذا الفيديو ان شاء الله، يعني شوية صارت عندك فكرة معينة عن هذا الموضوع الفورس. صدقني مو صعب شوية، ممكن شوية 3D شوية بتعقيد لان نضاف لنا بلان ثالث، لكن ارجوك انه تمرن ايدك وتمرن نفسك على حساب الزوايا، ترجع تراجع شلون نحسب زوايا، لأن سيدا تشوف احنا دا نشتغل ترى رياضيات، يعني رياضيات بحت، يعني بس مجرد فيزياء حللنا القوة بعدين استخدمنا كل الرياضيات، يعني الزوايا رياضيات. فإن شاء الله يا ربي أتمنى تكون إن شاء الله استفادتوا من هذا الفيديو، وعمود هذا الفيديو إن شاء الله وهذا الموضوع يكون مقدمة لموضوع العزوم الجاي إن شاء الله اللي هو أهم إن شاء الله هم بسيط. يا رب إن شاء الله استفاديتوا، وأي سؤال عندكم أنا إن شاء الله سعيد ومستعد أجاوبكم عليه بالجوجل كلاس روم، تسألوني وأجاوبكم. وبالتأكيد إذا داومنا إن شاء الله بنداوم بعد انتهاء العطلة، نحاول إن شاء الله نلقى فرصة نعوض بها ونعيده ولو بشكل مختصر. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.